صباح الخير رواند. صباح الخير سمر لإلك ولضيفك. يعني الصورة الطاغية أكثر أنه ما في حكومة للأسف، وتحديدا من بعد ما كان اليوم صباحا الموعد بين الرئيس المكلف والرئيس الجمهورية في بعبدة، وتم إرجاؤه إلى ما بعد الظهر فسحا في المجال أمام الاتصالات، لأنه بعض الطرق مسدودة أمام كل المساعي اللي عم تحصل والاتصالات لحل العقد المتبقية وتحديدا عقدة المال. على مستوى آخر أيضا أنه كان اليوم من المطروح أنه يصير في لقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف، حتى هذه اللحظة ليس هناك من موعد في عين التينة للرئيس المكلف، ويمكن يعني بحسب المعلومات ويمكن أن لا يحصل لأنه الأجواء لا تشير بالإيجابية، وحتى هذه اللحظة بعدنا على ما نحن عليه بموضوع التقدم في حل عقدة المالية. بعد كل الأطراف السياسية على مواقف ثابتين، الثنائي الشيعي بعض المصرين، وتحديدا من بعد ما امبارح صار في لقاء بقصر الصنوبر مع السفير الفرنسي تم يعني نقل الموقف الرسمي للثنائي الشيعي للفرنسيين بانه الثنائي الشيعي هم من يسمون وزرائهم هم وزرائهم وهم من تكون لهم وزارة المالية. في المقابل ايضا الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين يصرون على مبدأ المداورة على كل الحقائب، وهذا الموقف أيضا ينسحب على رئيس الجمهورية اللي هو مع المداورة إذا كان هناك توافق وطني عليه، وبالتالي بعد عمليا ليس هناك من حل ليس هناك من بوادر إيجابية للحل بهذا الخصوص، وتحديدا يعني بموضوع حل العقدة الشيعية نحن أمام ساعات قليلة، إما أن يأخذ الرئيس المكلف قراره بالاعتذار أو يقدم تشكيلته، وهذا مستبعد كما تقول المصادر، فإما الاعتذار وإما تحل بالسياسة وعبر الاتصالات التي تجرى من الأمس حتى اللحظات الأخيرة ما قبل حضور رئيس المكلف إلى قصر بعبدة. إذن كل الاحتمالات مفتوحة أمام الرئيس المكلف، ولكن من التأكيد اليوم ما رح يكون في تقديم لا تشكيلة أسماء ولا شيء، ممكن يكون في زيارة فقط للتشاور، أو إذا كانت يعني كل الطرقات مسدودة أمام الرئيس المكلف يقدم اعتذاره، وهذا رهن الساعات القليلة المقبلة. شكرا لك يا زميلة رواند أبو خزام، طبعا سيكون لنا عودة إليك لمزيد من المعلومات. شكرا لك.